المسح على الخفين يختلف عن المسح على الجوربين. ما كان مصنوعا من جلد يسمى خفة مأخوذ من خفاف الإبل، وما كان مصنوعا من غير الجلد فيسمى جوربا، وهو ما يسمى عندنا بالشراب. فالشراب من المسح على الجوارب، والمسح على الجوارب جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود.